شهدت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق شهدت مناقشة طلب بشأن استيضاح سياسة الحكومة لتطوير أسطول النقل التجاري البحري المصري وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة. عقد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق جلسة لمناقشة سياسة الحكومة بشأن تطوير أسطول النقل التجاري البحري المصري وتحقيق الاستفادة القصوى منه ومن الموارد المتاحة بالمواني المصرية. وفتح رئيس المجلس الباب أمام النواب لإبداء آرائهم فيما يتعلق بأهمية تطوير أسطول النقل التجاري البحري المصري بما يحقق أقصى عائد اقتصادي وتجاري واستثماري. تمت إشادة واجبة بما يجري حاليا من تطوير للترسانات البحرية في منطقة قناة السويس ومنطقة الأسكندرية، ما يسهم الحقيقة في بناء السفن وصيانتها، يعني الحقيقة وإصلاحها. وأتصور دولة الرئيس أن خطة يعني الحقيقة النهوض بالترسانات البحرية يجب أن تصبح جزء مهم من خطة تطوير الأسطول التجاري البحري في مصر. قطاع النقل التجاري استثمارات فيه جيدة جدا تصل إلى 11.5 مليار جنيه، ولكن مشاركة القطاع الخاص فيها تبدو إلى حد ما متواضعة 30%. يمكن ده بسبب بعض الإجراءات والمعوقات اللي بيلاقيها المستثمرين. كمان إحنا محتاجين دراسة سبل تمويلية جديدة غير تقليدية تشجع الاستثمار أكتر على إنه يدخل في هذا القطاع. وفي ردها على استفسارات النواب أكدت الحكومة أنه تم تطوير البنية الأساسية للمواني المصرية ومضاعفة حجم الأسطول وعمل مرونة في التشريعات وتقديم الخدمات الفاخرة لسياحة اليخوت والكروز، فضلا عن تشجيع القطاع الخاص للعمل في قطاع المواني البحرية. وفي نهاية الجلسة أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق طلب المناقشة العامة ورد الحكومة والمناقشات ذات الصلة إلى لجنة الإسكان والنقل والإدارة المحلية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس. احنا النهاردة كنا ناقشنا طلب استيضاح سياسة الحكومة في تطوير النقل البحري وأسطول النقل البحري التجاري. اتكلمنا مع السيد الوزير وعرض خطة الوزارة، طلبنا بتطوير وتسهيل وتيسير وتعديل القوانين التي تيسر استخدام الشركات وامتلاك الشركات لمراكبها، طلبنا برفع القيود وتسهيل الإجراءات المعوقة لرفع العلم المصري على الشركات، لأنه في شركات مصرية كثيرة بتروح تحمل علم بنما وعلم الأردن وعلم اليونان وهكذا. عملنا طلب كان عامله الست النائب عادل لمعي بتطوير النقل البحري والجوي والتجاري، وخاصة النقل البحري والتجاري، لأن النقل البحري والتجاري خاص بالأساطيل وخاص بالمواد الاستراتيجية زي البترول وزي القمح. وإحنا عملنا مجموعة من التوصيات إن هي ضرورة إن إشراك القطاع الخاص في تطوير هذا القطاع الهام من النقل البحري والتجاري، لأن دمج القطاع الخاص في هذا الأمر يؤدي إلى تطويره. عايزين زيادة عدد السفن لكي تستطيع هذه السفن تعبئة وتحميل كافة المتحصلات من المواد الخام أو المواد الزراعية.